حبيبي لو انت حساس وبتعيط عيط على نفسك، لان كده في حاجه غلط في حياتك. اولا تحب واحده متجوزه وعندها عيال واكبر منك في السن ب 15 سنه، في something wrong. انا بحب واحده اكبر مني في السن، هي حاليا منفصله عن زوجها ومعاها ولد، بس انا كنت بحبها قبل الانفصال. طبعا ما ينفعش تحب واحده قبل الانفصال وهي متجوزه، تحبها ازاي يعني؟ يعني انت دي كانت غلطه اصلا، بس ما كنتش قايل لها. ما هو طبعا ما ينفعش تقول لواحده متجوزه انا بحبك، يعني انت بتخرب بيتها. بس مع الوقت اعترفت لها، اتمنى ان اكون اعترفت لها بعد ما انفصلت مش قبل. وهي كانت بتحبني، كانت يعني دلوقتي مش بتحبك، بس مع الوقت قالت لي ان احنا مش هينفع نكمل، صعب ومستحيل، انا مش عارف ابعد عنها وبحبها جدا، هي اكبر مني ب 15 سنه، منفصله مش مطلقه. مش مطلقه يعني انت لسه بتحب في واحده متجوزه حتى لو منفصله، هي متجوزه. وانا بطبيعتي شخص حساس جدا وبعيط كتير. حبيبي لو انت حساس وبتعيط عيط على نفسك، لان كده في حاجه غلط في حياتك. اولا تحب واحده متجوزه وعندها عيال واكبر منك في السن ب 15 سنه، في something wrong. You have to يعني لازم تصلح الحاجه اللي في حياتك دي اللي هي مش متظبطه بسبب الموضوع ده. بعد كتير بسبب الموضوع ده احنا مفيش علاقه حصلت بينا، احنا مرتبطين ببعض عاطفيا، وهي عاوزه تبعد بسبب كلام الناس، وكمان عشان بتحب ربنا قوي وشايفه ان ده خطيه. انا بحترمها وبحترم انها بتقولك كده انها خطيه، وبحترم انها عاوزه تبعد في العلاقه دي حتى لو عندها بعض المشاعر مش عاوزه تكمل. وانت لازم تحترم هذا، ما تفرضش نفسك على حاجه زي كده او على واحده زي دي، لان الست دي غلبانه ومسكينه وعندها مشاكل اوريدي مع جوزها، وانت جاي بتزود المشكله مشكله تانية. فعشان كده لازم تراجع نفسك، وحتى لو بتحبها وبتقول نفسي ابقى في النور مش في طريق ضلمه، مش عارف اعمل ايه عشان اكمل حياتي معاها، شوف انت المفروض انك ما تفكرش بالطريقه دي. يعني انت دلوقتي بتحب قوي وكلك مشاعر ومش عارف ايه، بعد ما اتجوزت انت كأن في غمامه اتشالت من على عينيك، هتفاجئ الله الا التدبيسه اللي انا دبست نفسي فيها دي، واحده اكبر مني ب 15 سنه، يعني هي هتبقى عندها 65 سنه وانت عندك 50 سنه، هي عندها 55 سنه وانت عندك 40 سنه. وايه وكمان الستات بيبقى اكبر بكتير قوي في العقل يعني من الرجاله في معظم الاحيان، يعني على الاقل 3 سنين فرق، فانت حط ال 15 دول خليهم 18. يعني لو واحده ست عندها، لو بنت عندها 18 سنه اتجوزت هتجيب عيل، فانت كانك بتتجوز واحده قد مامتك او اصغر من مامتك حاجه بسيطه. يعني انا طبعا انت ليك كل الحق انك تعمل اللي انت عاوزه، بس انت لو بتسالني عن رايي اقول لك حبيبي بعد شويه هتفوق، هتلاقي نفسك انت اتدبست تدبيسه جامده جدا وكنت تتمنى من ربنا انه ينقذك. وانا ببعت لك صوت ربنا وبقول لك انقذ نفسك، الطريق ده مش كويس ومش هتكمل فيه حلو، وانت هتتعب نفسك جدا جدا. عاوز تكمل ولك مطلق الحريه، انا بس بديك نصيحه، المفروض لا تقرب منها ولا تكلمها، وتحترم البرايفسي بتاعتها الخصوصيه بتاعتها لغايه ما تطلق هي خالص، وتاخد موافقه من الكنيسه انها ممكن تتجوز تاني. لو حصل كده وانت لسه مرتبط بيها عاطفيا زي ما بتقول، ممكن تروح تكلمها عشان تتجوزوا، انما قبل ما هي تاخد تصريح زواج تاني you don't have the right، مالكش كل اي حق في انك تقحم نفسك في حياتها، لانك بتدمر حياتها وبتدمر حياتك انت كمان. يا ابني الدنيا مش عواطف ولا جسد، الدنيا دي فيها حاجه اهم منها كتير اللي هي روح. روحك فين؟ وانت لو مرتبط بربنا قوي
تأكد إن ربنا هيوضح لك وهيكلمك جوه قلبك ويعرفك الطريق السليم، بدل ما تقعد تزود يعني مشاكلك مشاكل زيادة، ومشاكل الست دي الغلبانة اللي عندها مشاكل كفاية. فارحمها وارحم نفسك لأجل المسيح. زوجي بيعمل علاقات مع نساء غير مسيحيين مطلقات من خلال التليفون وعبر الماسنجر، وأنا تعبانة نفسيا من الصدمة، ورحت بيت أبويا وبينكر ويقول لي أنا اللي تفكيري مش نظيف ومش بيفكر فيا. على الرغم من كده أولادنا في كبار، اللي في المعهد واللي في ثانوي. كلمت أبونا بتاع كنيستنا وطلبت منه معاد لأني محتاجة مشورته، مهتمش. طبعا أنا آسف للي انت فيه وتصعبان عليا خالص، لكن أنا عاوزك بجد يعني تبقى متأكدة من اللي انت بتقوليه. خلي بالك ساعات بنظلم الناس واحنا مش دريانين. انا مش بقولك انك بتظلمي جوزك يعني، لكن لإلا تكوني انت ظلماه وهو راجل ما عملش حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية، لو هو بيعمل او عمل، هل انت عندك استعداد تغفري له؟ واذا غفرتي له هل هتسامحيه تماما؟ ولو سامحتيه هل هتنسي كل اللي فات؟ دي نقطة مهمة جدا في علاقتك القادمة معاه او في الفترة اللي هتيجي بعد كده. ممكن ابونا يقعد معاكم انتوا الاثنين ويصالحكم ويرجعكم لبعض، بس انت لازم ترجعي وانت فاهمة كويس جدا ايه اللي هتعمليه وازاي تنقذي نفسك من الورطة دي، حتى لو هو بعد الشر عمل كده تاني. وتبقي واعية واخدة بالك منه برضو. سامحيني يعني، انا مش بقلل منك يا بنتي، انت بنت كويسة خالص وحلوة بنتي يسوع. بس انا هقولك على حاجة، ساعات كتير قوي الستات بتنسى نفسها، وخصوصا لما تجيب عيال، وخصوصا لما العيال تبتدي تكبر شوية، تلاقيها فشويلت بقى ومش واخدة بالها من نظافتها ومن نظافة البيت، ومش مهتمية بجوزها ولا قادرة تديله اللي هو محتاجه، فبيروح يدور برا بقى. يعني لو هو بيتكلم بيعمل تشات ولا حاجة مع شوية ستات، حتى لو منتهى، دي حاجة انا لا اوافق عليها نهائي نهائي يعني، دي خطية بكل المقاييس وبيخون الزوجية. انا معاكي، لكن ممكن اسأل ليه هو عمل كده؟ هل هو فجأة بقى شرير يعني بايظ مثلا؟ وايه السبب؟ هل هو بياخد مخدرات ولا ايه السبب ان هو يعمل كده ويبعد عن الطريق المستقيم؟ هل مثلا ما كنتيش انت في البيت سبب قداسة وروحانية للبيت كله، وكنت محافظة على جوزك جوه المسيح؟ يعني لازم اقعد اسأل نفسي على الاسباب اللي خليته يعمل كده عشان اعالجها. ده لو ابني مش جوزي، ما كنتيش هتفكري تسيبيه البيت، ولا انت تمشي وتروح عند بيت ابوك، كنت هتفضلي وراه لغاية ما تقوميه وترجعيه. انا عارف الفرق كبير بين الابن والاب، لكن استلم هو مسؤوليتك قدام ربنا حبيبي. فعشان كده بقولك فكري كويس جدا وروحي قبل ابونا، ويهتم ما يهتمش مش مشكلة، المهم ان انت تقولي له علشان يظبط مواعيد وتقعدوا مع بعض ويقدر يحل المشكلة بينك وبين جوزك. انا واحدة عندي 20 سنة متجوزة بقالي 3 سنين، كنت معجبة بشخص وكان في اعجاب شديد بينا، وبعد ما اتجوزت نفس المشاعر برضو. هل دي خيانة لجوزي؟ بس دلوقتي مش بنكلم بعض يعني. هو طبعا انت عندك 20 سنة ومتجوزة بقالك 3 سنين، يعني اتجوزتي وانت عندك 17 سنة. انا مش مصدق روحي يعني، مين اللي تتجوز عندها 17 سنة دي؟ لكن عموما الاعجاب اللي انت كان بينك وبين الولد التاني لما انت كنت معجبة بيه ما اتجوزتهوش ليه؟ ليه اتجوزتي واحد تاني؟ ولما تيجي تتجوزي واحد تاني، الاولاني ده تقطعي، مش ما بطلنا نكلم بعض، تقطعي كل علاقة بيه، لأنه ممكن الشيطان يستخدم العلاقة القديمة ضدك كويس قوي. طبعا انك تفكري فيه أو تتعاملي معاه دي تعتبر خطية وعدم أمانة لزوجك اللي هو استأمنك على حياته كشريكة عمره. فأرجوكي تبطلي تماما أي حاجة تفكرك بالقديم، وتصلي جدا إن ربنا
يحببك في جوزك، وتقعدي تبصي ايه هي الفضائل اللي عنده والحاجات الكويسة اللي فيه علشان تحبيه اكتر. للأسف الشديد زوجي حاول الاعتداء جنسيا على ابنتنا أكتر من مرة، ولكن الحمد لله فشل لأن الابنة تمكنت من الهروب. السؤال كبير فأنا أختصره شوية. هي سامحته، وبعد مرور 3 سنوات واحد صاحبهم كلمها وطلب منها إنه يعمل معاها علاقة جسدية، ف يعني زعقت له وقفلت التليفون وكلمت جوزها اللي هو ما بيجيش قليل البيت، وقالت له اللي حصل. قال لها وفيها ايه، ده صاحبنا يعني، والراجل بيحبك وبيعبر عن مشاعره. فهي صعقت وشعرت بالخوف وبتقول اني تعبانه ومحتاجه صلواتكم وارشادكم وراي الكنيسه في هذا الزواج. انا من رايي ان انت تروحي تكلمي اب اعترافك بسرعه، او تكلمي ابونا القريب منكم في الكنيسه وتدي له خبر بكل الحاجات دي، وانا متاكد ان ابونا هيقف معاكي جدا، وطبعا الكنيسه هتخاف عليكي وتخاف على بنتك كمان. فانا شايف ان انت ما تستنيش، وضروري تكلمي اب اعترافك او الكنيسه اللي قريبه منك تديها خبر، او حتى لو في سيدنا ولا حاجه تكلميه وهو هيديك الارشاد المظبوط تعملي ايه. لان حتى لو انا قلت لك هتعملي ايه، في الاخر لازم تروحي برضو لابونا في الكنيسه وتقولي له كل حاجه. انا متجوزه وعندي اولاد، وكنت من فتره كبيره بعمل حاجات مش كتيره مش كويسه في حق زوجي، وكنا هنفصل، بس نشكر ربنا الموضوع عدت، وندمت خالص على كل حاجه كنت بعملها، بس جوزي مش قادر ينسى، وكل شويه يشك ان لسه زي ما انا. بدات المشاكل تزيد تاني، ومش قادر اقنعه اني فعلا اتغيرت، ومفيش حد في حياتي غير ربنا وهو والعيال. تصرفاتي كلها مش عاجباه. انا فعلا يا ابونا مش عاوزه حاجه غير انه صدق اني اتغيرت، ونفسي يبطل شك فيا ويرجع ثقته فيا تاني، لاني بحبه جدا ومش قادره اتخيل حياتي من غيره. طب انت بتحبي جوزك؟ المفروض انك بتحبيه. معرفش انت ازاي غلطتي يعني. يعني الحاجة الوحيدة، أكتر حاجة بتمنع زوج إنه يغلط في حق مراته أو زوجة تغلط في حق جوزها، هو الحب اللي بينهم. بيحترم الشخص الآخر اللي معاه، البارتنر بتاعه، لأنه في حب، في وصلة حب بينهم. فأنتي ما تقدريش تعيشي من غيره وعملتي خطايا، هنقول في فترة ضعف، فأنتي اعترفتي وتوبتي وربنا غفر لك، وفعلا عايش حياة الجهاد دلوقتي ومش راضي تغلطي تاني، ودي حاجة تبسطني جدا. والحقيقة أنا فخور بيكي قوي إنك عملتي كده. كون إن جوزك مش بيصدق لغاية دلوقتي، هو محتاج تبني له الثقة تاني، جسور الثقة تاني معاه أو جوه قلبه بيكي. عن طريق إيه؟ أنا من رأيي إنك تقربي قوي من ربنا. لو قربتي قوي من ربنا وهو شايفك على طول في الكنيسة أو في البيت بتصلي في الكتاب المقدس، وماسكة الكتاب المقدس طول النهار وبتصلي في المزامير وحاجات كده، أنا متهيألي هيثق فيكي قوي قوي، وهيرجع الثقة دي أكتر من الأول كمان.